مرحبا أعزائي متابعي قناة برلين بعيون عربية. شرح اليوم هو عن الآيفون، تحديدا عن حل مشكلة توقف أو عطل فيس آي دي على هاتف الآيفون. قبل ما أبدأ أشرح لكم الحل، طلب أن تشتركون بالقناة، تفعلون الجرس، لايك للفيديو. هذا الفيديو تاريخه شهر الثالث 2024. في البداية حتى أشرح لكم الحلول اللي موجودة مو من عندي، من شركة أبل، عن هذه المشكلة، راح ندخل من داخل متصفح وهي كاتبة الخطوات اللي لازم نتبعها حتى نحل هذه المشكلة إذا واجهتنا في هاتف الايفون. حتى نشاهد الخطوات في البداية راح ندخل على متصفح جوجل، وهنا supportapple.com. مثل ما تشاهدون هذا الرابط الرسمي لشركة أبل. هنا إذا لم تعمل بصمة الوجه، الخطوة الأولى التحقق من وجود التحديث، والخطوة الثانية تروح على بصمة الوجه وتتأكد أنه مفعلة، والخطوة الثالثة ترفع أي أغطية أو حتى لصقة الكسر، وممكن يكون عندك وسخ هنا بالأعلى فتمسحها بتاول حرير حتى لا تخدش الزجاجة مال الآيفون، وبعدها راح تتأكد من عدم تغطية هنا العمق الحقيقي وتتأكد أنه تشتغل. إذا ما اشتغلت تأكد من عدم تغطية أجزاء من وجهك، وأتأكد من مواجهة العمق الحقيقي، يعني تكون دائما قدام الكاميرا. والخطوة هنا إعادة تشغيل الجهاز، بعد ما تعيد تشغيل الجهاز تلغي بصمة الوجه وتعيدها مرة ثانية، وإذا ما صار راح تتواصل ويا شركة أبل. طبعا الآن راح أشرح لكم الخطوات. في البداية طبعا تدخل على الإعدادات وتنزل على عام، وتنزل على تحديث البرنامج، تتأكد آخر تحديث، بعدها راح تنزل على بصمة. طبعا قبلها لازم تتأكد عندك مساحة تخزين، هذه المساحة الكلية لأن بعض الأحيان تأثر. 128 المستخدم 94 فرق بيناتهم، لازم يكون بين 20 و 30 جيجا، ما يصير تستخدم وانت عندك 2 جيجا او 3 جيجا. تزيد المساحة وبعدها تطفي الجهاز وتشغله، وبعدها راح تروح على بصمة الوجه ورمز الدخول هنا. بعد ما تدخل رمز الدخول تأكد انه بصمة الوجه انفعلة، اذا ما صار اعمل اعادة مظهر آخر لك وطفي الجهاز وشغله. طبعا بعد ما ترفع أي مواد تكون على شاشة الآيفون وتتأكد أنت مقابل وجهك مقابل الكاميرا اللي هنا بالأعلى. إذا ما اشتغلت عندك وما اشتغل راح تتواصل ويا شركة أبل، راح تروح على هذا التطبيق دائما أنصحكم به، تدخل عليه راح تختار الهاتف مالتك مثلا آيفون 13، راح تظهر عندك عدة خيارات، راح تنزل على المزيد. بعد ما نزلنا على المزيد راح تظهر عدة خيارات، راح تروح تبحث على هنا بصمة الوجه، راح تبحث عن بصمة الوجه هنا الفيس اي دي، تدخل عليه هنا راح تشوف افضل الخيارات، وبعدها اذا ما اشتغل عندك راح تروح على دردشة رسائل او اتصال ويا شركة ابل، وطبعا راح يحلوا لك المشكلة لانه هم ممكن يدخلون على جهازك طبعا بموافقتك، وفقط راح تسمح لهم انه يشاهدون العطل، فممكن يصلحوه هو. واذا كان العطل يعني بالشغلات اللي داخلية فممكن لازم تاخذ على التصليح. هذا اسلم حل واخر حل. هذا مثل ما تشاهدون هنا، لو رجعنا على شركة ابل تاريخه شهر 6 مارس 2024، يعني قبل أيام. أتمنى أنه استفادتوا من هذه الحلول من شركة أبل. نهاية الفيديو لا تنسوني بالاشتراك ولايك وتفعيل الجرس. أنا كل فيديو أعمله طبعا أعتمد على أبل، وعندي طلب أنه أي واحد يواجه أي مشكلة يرسل لي إياها برسالة وأنا إن شاء الله أجد له حل. وهذه الرسالة كانت من أحد المتابعين أنه ساعدني بهذه المشكلة، فإن شاء الله هذا الجواب بالنسبة لتوقف أو عطل فيس آي دي. تحياتي لكم ومع ألف سلام.